الله تبارك الله يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم العافية يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. في متطوعين وفي شركات تنظيم وفي رجال أمن جالسين يضبطون الأمور برا، الله يعطيهم العافية جميعا، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا تبرز تذكرتك وتدخل. الله يعطيكم العافية. شركة البيبسي الله يعطيهم العافية قدموا المشروبات، الماي والمشروبات الغازية كلها مجانا، بس جيتوا متأخرين اليوم، إذا ما برد الماي قبل المباراة ترى بنحاسبكم. هلا والله هلا، كيف الحال؟ اصبر 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 ابو احمد، ابو احمد الله يعافيك. دقيقة بس، دقيقة حبيبي، دقيقة بس، ما بكلمك كم من الناس. نعم اليوم مباراة المنتخب، ايش فيك؟ اي اصبر عاد بكلمك. اكيد عندك سوالف. لا ما عندي سوالف، ترى اليوم مباراة المنتخب. ادري انت عندك يوم تدخل جبت وياك تذكرة. لا يبا، انا من اهل، انا صاحب المكان، اجيب لك. ما في شيء اسمه صاحب مكان، نظام يمشي عليك وعلى عشره. الدعم اللي دعمك فيه. اي دعم؟ ها والذبايح احنا حكي. اي ذبايح؟ اي لا يكون يعني. وذب بلاش الدخول، هم من كله فيك، وانا من اهل البيت. احنا راح. تعال تعال تعال، عندنا لكم شيء زين. تعال تعال يا بابا، تعال حبيبي انت، تعال تعال، عندنا لكم شيء زين. مختار مسوي ركن للأطفال، يلونهم يضبط أمورهم ويعطيهم قناع. يلا يلا يلا، آه بسوي أنا، اصبر 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 اصبر، يلا يلا اجلس عشان أوديك الألعاب اليوم. يلا شاطر حبيبي، يلا 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 يلا. لأن ولدك يعني بتسوي. الله يرحم والديك يا ابو احمد. لا لا لا، اذا ما عندك تذكره الله يرحم والديك غادر الموقع مباشره. يا ابو عبد العزيز تعال، ترى الرجال داخل بدون، الرجال داخل بدون تذكره، عطى العين الحمراء. ايوه عادل، عطى العين الحمراء، ما يصير دخول بدون تذكره. عادل عنده لا تطاوعه، خوفك بكلمتين. ترى ذا لو يسوي ايش ما يسوي ما يهز مني شعره، تدري؟ والله العظيم افشلك قدام الله وخلقه. لا انا محطك تمحط قدام هالجمهور كله، او هم يشوفونك في الجوال بس في الحقيقه كلهم بيشوفونك. لا لا احترم نفسك. خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نادل جوك 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 طالع. ايه اقفل سناب سالفه ما والكوكك والطابعه. خلاص ابو احمد دور مشاكل انت، الله يرحم والديه. ولده اول واحد. ابو عبد العزيز لك الاحترام، عبد العزيز يرحم والديك. ايوه راح عمم على اللي مسؤولين عند الباب، قل لهم عطهم صوره ابو احمد، قل لهم ذا مباراه ثانيه ما يدخل. لا يستحي، ما في والله. اباك وياك يابا. ها مختار انا ولدك اول واحد. اصبر يا سلام يا سلام. لا بعد عمري. هلا والله، ايش فيك تاخر؟ انتهت المباراة. ها؟ ما انتهت المباراة. لا ينتظرونك. صدق والله. انتهت. قل والله. انتهت المباراة. زين تعال انت الحين، والله العظيم 100 100 مطقم كل شيء 100 100. اي نعم. بس اللي لابسه تحت مو بجاي تهرب. نسيت ما جبت القناجر. شلون نسيت يا ابو دوي؟ يلا برجع وبجيك. تعال يبا ما تلحق على المباراة وين ترجع؟ انا بلحق على المباراة. تعال تعال. تعال هنا مختار، اصبغ وجه ابو دويش، اصبغ. هلا هلا الله، حلو حلو. ايه خلي اصبغ مختار، مختار اصبغ وجهه كامل مع الشعر، عط ابويا كامله. خسي يلا كفو، والله كفو يا ابو دويش. راس كبير ما شاء الله ما شاء الله. اصبغ يديني بعد مره واحده دام انك. اصبغ يديني ان مريضي يتعقل ولا ترى هم بيمشي. لا لا تمشي لا تمشي. يلا يلا يلا. ما صورتنا بعد. هلا حبيبي، هلا والله هلا والله هلا. تعالي تعالي تعالي. هلا حبيبي، هو عسى كل شيء على ما يرام. مشكورين ونشكر الجهات الامنيه والله العظيم على جهودهم الكبيره. والله يا جماعه شوفوا كيف الامور مرتبه والسير ماشي وكل الامور على ما يرام. بيض الله وجيهم. اي والله وجيهكم انتم.
بعد الله يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله تبارك الرحمن.